صبح صبح نجم الجماهير من سبورت ورول. انت اليوم نجم الجماهير اكيد، وكمان وفوز نادي هو اللي خلاني ابقى نجم الجماهير، لان انا بحب النادي وبحب الجمهور الجميل ده، فلازم انا اكون ايه نجم الجماهير. ما اقدرش، دي لعبتي، اهم حاجه ابص الفريق، الفريق الجميل ده والناس الحلوه. عبرنا عن قصه حبك لنادي الشارجه، متى اول مره حضرتني؟ انا حضرت دي ليها قصص كبيره، انا من 40 سنه هنا، لكن ما اشتغلتش على طول في نادي الشارجه، لكن كنت بروح مع خالد حريه لما كان هو بالجماهير هنا معاه، فكنت حته صغيره، لكن انا اصلا ما جيتش هنا الا بعد فتره كبيره يعني الحمد لله، فانا مبسوط ان انا وسط الجماعه دول الطيبين اللي الجمهور واللعيبه حاضرين، اللعيبه القدامى والجداد والجداد والجداد، الحمد لله على كل حال. شو احلى مواقفك واحزر مواقف مع فريق الشارجه؟ احلى المواقف. المواقف كثيره، لكن اقربها لما كنت في اسكندريه، كان الفريق بتاع نادي الشارقه معسكر عندنا في بطوله الاهرام الدوليه اللي هي في اسكندريه، فكان الشباب ما يعرفونيش. اشكر اخويا خالد الدوخي اللي هو عرفني على الجماعه كلهم، عبد العزيز العنبري وسعود الدوخي وعبد الله سهيل ونواب، وطبعا كل الناس دي لهم فضل عليا بان انا موجود بنفس النادي الجميل اللي انا بحبه. شو رايك؟ من احلى؟ من احلى؟ اللي بالصوره. صبح صبح من نادي الشرق بيهنيكم بالفوز ان شاء الله، وهنكسب. انا قلت 2-1. انا شرقاوي هلا.